فقدنا اكثر من 35% من الجاموس. تعرف الجاموسه كان سعرها 5 ملايين، صحيح تنباع بمليون وربع. ليش؟ لانه الغطاء الاخضر النبات البلاش المجاني، الاعلاف المجانيه انتهت، اللي هو العنبر والشهف اللي هو القصب اول ما يطلع يعني بالضبط. انتهى، فبالتالي المراعي ايضا انتهت، بالتالي ما عندنا غذاء لازم نشتري لها. كان بمليون وربع طن وبعدين صار ب 800 و600 وكذا، فما يقدر يشتري لها، فشو يسوي؟ يتخلص منها لانه اكلها عبء عليه. يتخلص منها شلون يتخلص منها؟ كان سعرها 5 ملايين، قامت تنباع بمليون، مليون وربع، مليون ونص، لان حسب وزنها قامت تنباع للقصاب. وانا البارحه باحدى القنوات ايضا ذكرت، والله لو تعرف من تنباع للقصاب ايش قد الم صاحبها من باحة القصاب، لو ميت قدامه، والله العلي العظيم لو ميت بالضبط. قدامه، هو يقول هواي اشرف لي مما انا بيدي ابيع هالقصاب وتنذبح، لان مربيها بيده وعزيزه عليه وغالي. تخيل هاي من تنذبح قدامه، او حتى انه هو يعرف مصير هالذبح ايش قد يتاذى عليها. لو ميته وماخذها القدر بالموت افضل مما هو يروح يضطر الى ريحه. انسان عنده علاقه حميميه صار صحيح. له 7000 سنه او اكثر مع هذا الجاموس. جاموس بلاد ما بين النهرين، الثور المجنح العراقي، شوف ايش قد ايش قد ايش قد ماخذ صدى بالحضاره مالتنا، لدرجه انه هو سووه الحيوان الوطني مالتنا بالتماثيل. بالضبط. ايش قد انه بارث قديم. يعني انا دائما حتى احكي ويا ابناء الهور، اقول له من واحد يسالك انت منين؟ شيل راسك من تقول انا ابن الهور، شيل راسك تقول انا ابن الهور، انا ابن العمار، والنعم. شيل راسك.